اما السجود على شيء من الارض او على ورق كل ما انبت الارض فيقول هذا احياء لسنه النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سجد طول حياته الا على الارض مباشره او على ما انبتته الارض فاذا رايت اخاك المسلمه الاماميه او الشيعي يتعبد الله بسنة الحبيب المصطفى محافظا على أن يصلي على تربة من تراب الأرض فلا هو لا يسجد للتربة وإنما على التربة والأمر فيه سعة